ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غرباله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا بالاستاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. كويش. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفت حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري؟ شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا لا ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ السيده زينب شلاها ام هاشم. شلاها ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، في روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ سته. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. سته. لا حول ولا قوة الا بالله. ستة يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين، انا عندي عيلين خاربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مش ساجن الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك الواد ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. أي والله يا جداوي 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري. مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله، كارثه فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقه عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام ولدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا الرئيس صدام حسين، يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه علياء بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امها الله يرحمها جت ولدتها هناك، سميتها علياء. الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي هنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاتي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. بالأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد؟ واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه؟ ها؟ اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه؟ فاكسل. مايكل يا دكتور. ايه اه. مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه اه هي واقفه هناك ومقطعها روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو؟ قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء، ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس. تعبناكي معانا وربنا اصدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املسها على شعرها تهدى وتبقى زي القريبه. انا بديك صوره بس، يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه، اروح حاضنك على طول واقعد املس على شعري، هتلاقي نفسك زي القريبه بالظبط. اودعي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please. We are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقه دي عشان ايه؟ عشان عليها ابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا عليها؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نو ليه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب والدي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. لا بابا ما تعرفش ايهاب والدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب والدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعه؟ لا عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيدة شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزة شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيدة بعد ما مات، حزين عليه يعني. ألا هو مات راخر؟ نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحدة زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهاردة كاتبة مقال في الأهرام مكسر الدنيا. الدكتورة جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاوية رجال أعمال؟ بتشاور عقلك ولا يا مرجان؟ أنت عارف طبعًا أنا بحبك وبغير عليك قد إيه؟ بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصية الدكتورة جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتورة جيهان لما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا، تديني انا دروس خصوصية. النهاردة هنعمل تجربة ديمقراطية صغيرة قوي، أنا عايزاكم تقولوا رأيكم فيا بمنتهى الصراحة، وتأكدوا إن أنا هقبل آرائكم دي كلها. سوري يا دكتور. ما تزعيش من اللي هقوله يعني. أنا شايف إن حضرتك إنسانة عصبية جدا، وساعات بتفقدي أعصابك وما بتعرفيش أنتِ بتقولي إيه. يا دكتورة جيهان أنتِ إنسانة متعصبة لرأيك، بتعملي نفسك فري ومتحررة، إنما جواكي أفكار رجعية. ملابسك يا دكتورة ملابس فاضحة، لا تليق بأستاذة جامعية. وبعدين أنا مطالب إن أنا أغض بصري، وفي نفس الوقت أركز مع حضرتك، طب أعمل إيه؟ أفتح عيني وأغمض عيني؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ ترى ايه يا اخ محمود؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه، وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق. وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش. احنا قلنا نتناقش، نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي، ما فاضي ما فاضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. جراك كاتب لي انا شيخ مصر وحرامي يا حسن. انا شيخ مصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا. بلد مش عايزه اللي ينجح فيها. وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. اهلا يا اولاد. تعالوا اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في ايه؟ بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان دي اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اسبقوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص، انا صوت الجامعه كمان. ما اي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال نفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقوا فوق، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب. من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده، برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضة، ايتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم أنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها الجحافل العظيمة، أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. إيه يا حسن؟ فين الدائرة؟ فين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل أنا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جيهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا. خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليا الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد. ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايي عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره جيهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره جيهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره جيهان. بابا ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره جيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضارة. بابا اخلصي يا بنت خالص، اخلصي. انت مش لسه واخدة مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت، ليلكوا سودا النهاردة، يلا. يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقة كويسة. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتورة؟ اولادك مش اطفال. من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبقى خليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره جيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات.
تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22,600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. نازل ايه؟ يا امكم ماتت تاني؟ لا، ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكم فيها ليه؟ لا يا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي. القضيه مش في الحب خالص. امال قضيه ايه يا ست علياء؟ القضيه بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا، بصراحه احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبه كلام كده يخص ثروتك مشوه صورتك شويه. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بوداننا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. الله يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف، يعني انا اب زباله. العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الأذون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. وادي السنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل 34 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي،
ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضو، فليسقط الشعر دي. خدوا من 2 شهر 75 جنيه ورجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنولة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السهرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. إحنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، إحنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبة. العيال دي بتفهم. الحلزونة جوه؟ موجودة سعادتك. طيب، اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك. لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وأنت ما بتحضرش ولا جلسة. الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا إزاي إن أنا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا، ما أنا ممكن أحضر وما أطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين الجلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فوضى. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه، دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أحد العمال اللي عندي قفشوه في لجنة ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت أروح أخرج الولد. رحت له القسم، لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل شيل، وعاملين له تورتة وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا لا لا، نيجي بقى للاعلام.
الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معاد الوزير والله هو كل اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها، سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. على السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله يا ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخة اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضه الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ إمبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايزة أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها يا دكتورة. الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين مين مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان، صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية
والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك، قولنا ايه تقييمك للديوان؟ لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقروسك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص توش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعه عبد اللطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا وفهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده، أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل.
فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه، كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المال اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تاليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات مالهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى لبابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. انا سعيد جدا بهذه الزياره. وبرضه سيادتك في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بمبلغ على مقاسهم لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير. ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجان بيه؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجان بيه. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجان بيه. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا. ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذا ملتحقا بها. هو بس في مشكلة صغيرة. الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية. هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ انت بتتكلم في ايه يا مرجان بيه؟ هي في الحقيقه مش ثانويه عامه، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سياده الوزير يا فندم. نكلم سياده الوزير. اتس فيري تريفيال ماتر، دي مساله بسيطه جدا.
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي اثناء الكتابه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قولي يا مي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه، ده رئيس اسره نور الحق ومحبكها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ أيوه. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم، ها؟ نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهارده في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقى له ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش وانا مش ابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همد لك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. مش معايا؟ لا بقى ده كوسه بقى. كوسه انا من كوسه. هنعمل بقى شويه في الواحد يعمل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعه. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده، برافو. عدي ما تكلمش حد. Thank you.
وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت دي بقى. ها انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامر وعلياء. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ده عمال تقدم مع البيت من الصبح ومحدش مالح. يا بابا حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص مالكيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقدم في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عمك صراع الحضارات. انكل الحضارات. انكل حرام يا انكل، توسو ده جميل. جميل مالكش دعوة، انت مأنت مع نفسك، انت مالك، امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مرجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنت بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخرة اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيلة والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنة اخ محمود، انها الفتنة. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. يا مرجان اضرب بيد من حديد. ما اضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. قادر؟ بيكول بيكول. صباح الجوافه، روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة بحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي. هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيلة بمزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ ازيك؟ جايز لي خابورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجة. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق لي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. احمد مورجان proceeds to the dean's office. استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنتم مع بنت واسكت؟ يمكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه
وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الأضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس أنا بقى أقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والأخ تامر المجروح عايز مني إيه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ أعتذر له وأنا شايفه بأنت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجة عجيبة والله مش فاهمة. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. أمال بيحبها حب إيه؟ يا أنكل علياء دي أنتمتي. اعترف الواد أهو، ما أنتم مع علياء. يا ابني ترضى إن أنا أنتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هما ما أجرموش يعني، لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يأنتموا مع بعض. برضو ماشي. حقكوا عليا، أنا غلطان. دماغك يا ابن أبو أسد. يا مش جامعة. ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا أخ محمود؟ لازم تعرف يا أخ مرجان إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعاً وراءك لنطهر الجامعة من الفساد والرذيلة. العلم صاحبين يا أخ محمود. صاحبين يعني إيه يا أخ مرجان؟ ما أنت مين؟ أعوذ بالله من غضب الله. يا أخ مرجان، أنا بدعوك للانضمام إلى أسرة نور الحق لنكون معاً جبهة ضد الانحلال والتسيب. أنا معاكو الخبور. اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مورجان، أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينام، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت إزاي إنها الأخت باكينام؟ الأخت باكينام بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي يا أختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاه من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العلن. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش هعرف اربي فيك. ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف الم ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي كله وعدتكم في الجامعة، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتموا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف
عشان صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفروت تيجي وتليط الديك في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. هاي. هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرام؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف من ايه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فله. ابوك بيشتغل ايه؟ فله. صباح الفزوالة، اخبط دي. ايه دي يا دبور؟ اكسس مدعيس. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. طب ايه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تبصنا على الصبح، الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضبط على الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تحترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. بابا كنت فين من امبارح؟ علقتنا عليك. وبعدين ايه الموقف ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات.
ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بصي الواوا اتفضل اطلع بره بره بس كنت هايل بره اجرام. مساء الخير. ده حسن قلقتني يا استاذنا الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد شفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبظه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيفيزيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، فرصة سعيدة. أهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. أهلا وسهلا. أنا ما أحبش قعدة المكاتب أصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. تفضل حضرتك هنا، تفضل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا 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 وأستاذنا كبير. أهلا وسهلا. قف المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله سعيد. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة و800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismissed! دكتور اسماعيل انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. جاكونيلة في خيبتكم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية وحضرتك صاعد في مادة، وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا أنا ما كنتش مركز الفترة اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش أجاوب. وش معنى أنا؟ ما أنا مرخوم في 60 حاجة، خايبين وساقطين، قولوا لي أجيب لكم درس خصوصي أشرح لكم أنا. طب والله يا بابا دي فكرة هايلة، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعة. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضة كد 10% اعمال سنة، وانا ما اسيبش فتفوتة تحت منه ولا درجة واحدة قد كده. ابو تعالوا اتفرجوا. عمري ما شفت ابوك بيلعب كورة. اديكي شفت. ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. وادي الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد.
هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبيلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي وشرب الخارج الحلوة ودي عليها يجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجدة للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو جون. مفيش راية مفيش صفارة ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيعمل العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا 2 وقت بدل ضايع. ماشي من ناحيه شمال هيثم دبور. 3-3. هي العرضيه هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بيجي مرهاني لما انتمى مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي ما انتمى مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله مش دي نورهان اللي مانتمى مع عدي؟ ما هي نفضته ودلوقتي مانتمى مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق مانتمى مع محمود من تحت بقى مانتمى مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل كويس قوي يا نادر كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مورجان.
اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. اه انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط فده مكنون شخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحة اللي هناك دي الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مسرح يقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ. دي دخلتك. ازيك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. بجعنا في الحش في المع. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك. قول له انت. قول لك جائزة احسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان احمد مرجان. انا اهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام حرام حرام. إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استراح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. اه نسيت، احنا في رمضان صحيح. رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا؟ انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي إيمانك. أنا بحب الشباب المؤمن. أنا عايز أشتكي لك. مصاريف الجامعة بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعة دي. بتعمل إيه في حكاية المصاريف دي؟ أنا الحمد لله داخل الجامعة بمنحة تفوق. منحة تفوق. أنت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟ البصراوي. بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حودة. اخواني
لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، التلتميت فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فيلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي خمس نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده انا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت علينا واشرافنا، المانع. وايه ده؟ ده حاجه لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده اللي بيع ملابس المحجبات. انا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعه برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الامن ويعملوا لنا زيطه ودوشه، يعملوا المظاهرات في الشارع، نجيب لهم شويه زلط على شويه طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم امن مركزي، ويبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس ايه دور الجامعه في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. انتوا هتدفعوا 200 وانا هدفع 200. ايوه بس الجامعه هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانيه ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. يا مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك، انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتفضل المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره، لا للعمولات، لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 لا مرجان اه. 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 مرجان احمد مرجان. مرجان احمد هتعيشوا حياتكم اشتركوا.
ايه اللي غيرك يا محمود؟ قول لي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيله يا دكتوره. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربيه اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتوره بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوه، اشتراك زي ما اشترى كل حاجه في البلد. من فضلك يا دكتوره انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خساره، كنت فاكرك عندك مبدا، لكن طلعت ولا حاجه. اتجهتوا مين يا نهى؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في حرم الجميع. يلا امشي من قدام يا سعاد، امشي امشي امشي. يلا عوده الجيل الجديد ده مفيش حاجه عجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان. خير؟ هديه بسيطه كده، حاجه على ما وصلوا. بمناسبه ايه؟ اول عاشورة، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبه عاشورة؟ ده طقم الماس عشان الرقبه الحلوه دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. أنا آخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيجي حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ ايه ده بس؟ اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس عليك حاجات تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنه هناك تعمل لك خميره حلوه وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ ابراهيم بيسلم عليكي. ابراهيم مين؟ ابراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف بشكل. انتوا بتشوفوا بعض؟ لا انا اصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. ابراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو اصلي وصاني كمان ان انا اخد بالي منك وسايب لك الدبله دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني.
حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هاتلي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رساله جات لي اكتر من مره، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وقلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانية كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق يا اما يشحت يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعتي الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله الامتحان؟ امتحان ترمو في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام حبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغ الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. لو كنت برشامة حسن. استغفر الله. تكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب
كانت أم الله يرحمها عامله لي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. أستاذ مرجان غشاش. اتفرجوا عليه؟ خدوه على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول تحقيق. قوم بيوتي. يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشان احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي طهير، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة يبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليكي. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي. بس انا مسامحك. وهشرفك. لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر. وهنجح. هشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي.
عشان خاطري يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. يا بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال اجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائع؟ ناجح يا بابا ناجح. ايه؟ ايه؟ انا نجح، انا نجح. برجان احمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه، والفضل كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده؟ تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة. الشبكة